مشاهدي أنفاس بريس، نحن الآن في الإمارات العربية المتحدة، وبالضبط في فندق قصر الإمارات الموجود بالعاصمة أبوظبي، الذي يحتضن فعاليات المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر. ويطيب لنا أن نستضيف الأستاذ عبد الله وهبي، أحد الخبراء الدوليين المغاربة المعروفين في مجال إنتاج التمور، وهو مدير سابق لمكتب الأغذية والزراعة الفاو بالمملكة العربية السعودية سابقا. أستاذ وهبي، مرحبا بك. في العرض الذي قدمته الآن يعني في هذا المؤتمر، ركزت كثيرا على النوع المجهول، ولاحظنا من خلال ابحاثك ودراساتك انك يعني مهووس بهذا النوع ديال هذا المجهول. يعني شنو السر ديال هذا الاهتمام بالمجهول من جهه، ومن جهه ثانيه هذا المجهول لا يمثل شيئا في الحصه الكبرى ديال الانتاج المغربي؟ شكرا سي عبد الرحيم. فعلا هو المجهول. احنا في هذه الدوره هذه مع الدكتور عبد الوهاب زايد الامين العام لجائزه خليفه الدوليه للتمور، ارتأينا بأنه نعطيه خلصه واحد الجلسة خاصة للمجهول، نظرا للقيمة الكبيرة ديال هاد التمر في على مستوى السوق الدولي، وثانيا لأنه هو في الأساس ثروة مغربية محضة، إلا أنها بدأت ترجع لها كلام كثير بأنها هي أصلها من إسرائيل، أصلها من أمريكا، كاين اللي قالنا حتى أنا أصلها من السعودية وكذا إلى آخره. كانت في نقاشات كثيرة في هذا الباب هذا، فكانت الفكرة أنه أولا أننا نخرجوا بهذا الكتاب اللي انتم شفتوه الان، اللي نشرناه انا ومع الدكتور زايد حول المجهول، ذره تسميناها المجهول ذره التمور. وثانيا نخصوا له واحد الحصه هنا، جلسه خاصه يوم كامل في المؤتمر، خصته جائزه خليفه في المؤتمر الدولي السابع للتمور للمجهول، من اجل اولا تعريف هذا المجهول، اصل المجهول باش نثبتوها بطريقه واضحه وبطريقه علميه وبالابحاث وبالمنشورات اللي كاينه. ف وثانيا نقدوا السميه ديال المجهول، نثبتوا الاسميه، لان هو ملي خداوه الامريكان من المغرب ترجموا هذيك مجهول بمجهول بالانجليزي، نظرا لكونهم هما ما تيدوش عندهم مشكل في ذاك النطق، وبالتالي ملي هما بما انهم هما اللي نشروه في الدول الاخرى واللي وزعوه على الدول الاخرى، بالتالي الدول العربيه في الشرق الاوسط ملي خداوه كاين اللي سماه مجدول، كاين اللي سماه مجهول وكذا. وهذا هو اللي افتتحت انا به المحاضره ديالي، على اساس انه اولا نثبتوا الاسم، سميتو المجهول ماشي المجدول، هذه نقطة أولى. وثانيا نعطيو الأصل ديالو وكيفاش هذا المجهول انتشر.